ظلام دامس في منتصف النهار. هل تصدق نحن على عمق 200 متر تحت مدينة قسنطينة الجزائرية؟ تعالوا معنا في رحلة مميزة نأخذكم فيها داخل أنفاق وسراديب حفرت في جوف الصخر العتيق الذي شوهدت عليه مدينة قسنطينة أم الحواضر. حول هذا المكان العجيب نسجت أساطير الجن والإنس والملوك والسلاطين والإنسان في العصر القديم، حتى إن هنالك مثلاً يقول إن الكنوز الموجودة تحت قسنطينة أكثر مما هي موجودة فوقها. على امتداد كيلومترات تحت الأرض أنفاق وسراديب ومغارات وكهوف وبحيرات بها أسماك وزوارق، وكذلك حمامات وبيوت غريبة تعود إلى العصر الروماني والعثماني. هذه المغارات المتشابكة تشكل ممرات سرية تقود إلى غار الضماد، درب السياح، وجسر الشلالات، وقصر الحاج أحمد باي بوسط المدينة. يا أماكن ما كانش بلايص خلاف، كوف عجيبة في قسنطينة، ولحد الآن واحد ما دخلهم وما تجرحش يدخلهم، إن شاء الله راني ندخلهم ونشوفهم واش كاين. Impressionnant, très particulière avec les ponts construits sur un rocher, avec un patrimoine vraiment à la fois naturel et architectural très particulier, c'est très beau.